كلها وبلا استثناء لا توجد سكر في بين البلد.
الكلام ده بقى عشان يجي يجرب اليوم. ايه فايده ان القانون قانون الكف ينص على ان هيئه قضائيه كان زمان اسمها لجنه الفحص، قانون 1935 سماها هيئه الفحص والتحقيق، هيئه قضائيه استشاريه كبار تتصرف في النقد والاكتئاب ولا 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 حتى في الدرجه الوظيفيه والضغط الدولي. ايه الجدوى دي بقى؟ يثبتها ايه؟ ان قدرة يضحكون ويصرخون ويزرقون ويحققون ويضحكون وينتهون الى انهم لا يكونون. حرتك من حضر لصالحه حكم بالبراء، حكم بالبراء تيجي تكرر من غير مثال. ولا يقبله ضمير، ولذلك الامر ربنا كان لجنه قضائيه او هيئه قضائيه وصحفت وكتبت لا توجد شك. وعندما تفعل الله